لو حد سألك ها قولي له إن خالتي ماشي. من عينيا يا روحي. لا بالراحة عليا. إيه دي والنبي، هو هاني ما وصلكيش عليا ولا إيه؟ ها؟ بالراحة عليا، ده أنا متلصق. اتفضلي اتفضلي. كده؟ آه اتفضلي. يخرب بيتك يا هاني. خش خش. طلعي لنا البريلو وحمري لنا الناجتس ماشي؟ أنت واضح عليك إن أنت شقي قوي. لا ده فيها همبرجر لسه، أنا هبهدلك. يا لهوي مين ده؟ والمصحف ما أعرف مين ده؟ بقول لك إيه؟ أنتوا كام واحد بقى يا أخويا على كده؟ عرفني أهو من الأول. يا ست أنا لوحدي بس، أنا ده جثة وأنا اللي قدامك، أنا ما أعرفش مين ده. لا لا يا عيني، هاني ما اتفقش معايا على كده خالص. ولا اتفق معايا على كده أنا كمان. آه افتح لي بقى الجروب يا أخويا. مين؟ بوليس. نهار اسود، نهار اسود، اختفي. انا اختفي. بوليس. حاضر حاضر. اقول لك بوليس يا نهار اسود. ايوه افتح. انت مش مصدقني. ماشي يا باشا مصدق. بوليس. ماشي يا فندم، اهلا وسهلا. افتح. معلش يا فندم بس بغير، بس انا اسف مش هينفع. انا بوليس اشوف كل الغيارات يا فندم. معلش بس مش هينفع بغير. فين نيلي وشريهان؟ مين نيلي وشريهان دول؟ بتوع الفوازير؟ ما تتفرجش على فوازير؟ لا يا فندم معرفش. طب فين هاني وسيف؟ ايه الاسامي دي؟ انا شريف يا فندم، معرفش مين دول. افتح بقى ما تتعبناش. مع سعادتك اذن يابا، بس بعد اذنك. انت باين عليك متعلم وهترغي كتير. هتتعبنا. ايوه اتفضل. ده مينيو مطعم يا فندم. حبيبي اطلب سندوتشات وجبات اللي انت عايزه. حبيبي اتفضل، ربنا يخليك. سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا. ايه ده؟ مين ده ومين دي؟ حضرتك ده والله العظيم ما اعرفه. دي انا لسه هموت واتعرف عليها، بس حضرتك ما ادتناش فرصه. دي اللي انت سايبني بقى واقف على الباب وقاعد تغير علشانها. انا ما لحقتش يا فندم، احنا واقفين بهدومنا اهو. ايه ده الخليل كوميدي. طب اتفضلوا معايا. طب بعد اذنك هتفضل معاك، بس ممكن اطلع انا بس ربع ساعه وانزل لك على طول. ربع ساعه؟ يا فندم حضرتك فهمت غلط، ده بس هو السلم اللي طويل. انا هطلع ابوسها وانزل على طول، بس بعد اذنك انا تعبان. اخس عليك، ده انا كنت هاخدك مثل اعلى ليا. طب عشان السلم ده انا هسيب لك ده واخد دي. لا يا فندم ماليش في الكوميدي والله العظيم، تسيب لي ده ليه؟ اي انا خله في الملافله. تن ترارارن تن تن. ممكن كفايه شرب بقى وطلبات، عشان معناش فلوس. لو طلبنا سكر مش هندفع. اطلبوا يا جماعه اللي انتوا عايزينه. في عم سيف نبقى نجري، ما فيهاش حاجه. ملك يا نيلي، ما خلاص خلصنا. انا عمري ما هسامحك يا شريهان، حتى لو لقينا الفلوس وكل ده اتمسح من حياتنا. I will never forgive you. ليه تخليني شكلي كده زي المقشطين من الشارع؟ مقشطين ايه بس؟ قسما بالله شكلك بالعبايه السمر سكسي بكتير عن شكلك العادي. والله شكلك يلوح المول كده، ده انا خايفه الواد هاني يبص لك. حلو تيدي شكلها بتبيع دره. اسم الله عليك يا عم هاري بوتر. اقسم بالله يا ست الكل، انت لو فتحتي البلوتوث دلوقتي هتلاقي الشغل كده. اخرس انت يا هاني خالص، انت السبب في كل اللي احنا فيه ده. رايح تجيب لنفسك بدله وسيجار ب 800 جنيه، واحنا الثلاثه جايب لنا لبس ب 100 جنيه. على فكره البدله دي ب 50 جنيه، الراجل قال لي السيجار عليه عرض ب 750، فما قدرتش اقاوم العرض. انت تعرف تشربه اصلا؟ اشربه ايه، هو مش استحلاب؟ بس بقى يا هاني، بس عشان مستقبلنا ضاع. وشريف زمانه اتحبس. والمجله مع عم دهب. بقول لكم ايه؟ ما تيجي نسلم نفسنا. نسلم نفسنا ازاي يعني؟ هو هنتحبس وكمان مش هناخد الفلوس. بقولك ايه، احنا نطلع على عم دهب في المكتب وناخد المجلة. يا سلام، وعم دهب ده هيدينا المجلة بالسهل. يا بنت عم دهب ده لو شافنا هيودينا للبوليس على طول. اصلا كل المصايب اللي بتحصل لنا دي بسبب عم دهب. عصابة النجوم كما اطلق عليها في الشارع المصري، نيلي وشريهان واتباعهم. اتبعهم؟ هما ما قالوش اسامينا ليه؟ واحنا مش قد المقام؟ هو ايه الصوره اللي حاطينها لي دي؟ انا عندي صور احلى من كده بكتير. صوره تقرف الكلب. صدقي بقى لو كانوا حطوا صورتك بالعبايه كانت تبهرك كده، تبهرك. شريهان انت بتتكلمي كده ليه؟ مش عارفه، هو انا لما البس العبايه غصب عني بتكلم كده وتلاقيني بعمل كده؟ اوكي. من اخطر واعتى المجرمون، وتبحث عنهم الشرطه بدراوه. وضعت مكافاه لكل من يعثر عليهم أو يدلي بمعلومة عنهم، وقدرها 50,000 جنيها مصريا. ايه ده بدوبي؟ الخمسين حلوة؟ لا لا يا جماعة، في ايه؟ انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ أنا لا يمكن أبلغ عنكم أبدا. تبلغ عن... يبقى أنت حاطط في دماغك اللي أنت تبلغ. لا لا، أنتوا اللي دماغكم قذرة على فكرة.
هو 50,000 علينا كلنا ولا على الراس الواحدة 50,000؟ شفتوا؟ مجرد سؤال على فكرة. خلونا دلوقتي نشوف بعض اللقاءات الحصرية مع ضحايا المجرمين. لا أنا نجيت من الموت بأعجوبة، بأعجوبة بجد، والبنات دول أول ما اتكلمت معاهم عرفت إن فيهم حاجة مش طبيعية بجد. وأنا أحب أولاً أشكر جمهوري العزيز طبعاً بيطمن عليا، وأحب أوصل رسالة للبنات دول. أنتوا عايزين إيه من الفنانين؟ عايزين مننا إيه؟ عشان إحنا الحيطة المايلة يعني؟ عايزين نبطل نغني؟ عايزين نبطل نمثل؟ مش هنبطل نغني، مش هنبطل نمثل، لا مهما خوفتونا ومهما أرهبتونا مش هتكتموا صوتنا. ها إيه الأوفر ده؟ طب عليا الطلاق لخطفها. أنا هقول لكم على اللي حصل بالظبط. أنا شفت الموت بعينيا، كنت داخل الأوضة فجأة أغمى عليا، فجأة رحت لقيت العصابة، العصابة الخطيرة. خطيرة ولا فطيرة؟ تن 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 تن. ومعانا دلوقتي لقاء مع والد أحد أفراد العصابة من داخل المحبس. وكمان بابي؟ أنا من خلال برنامجكم بناشد بنتي، بنتي نيلي. والله وحشتيني قوي يا نيلي. لا بجد ريلي وحشتيني قوي يا نيلي. عايز أقولك حاجة يا نيلي، سامحيني يا بنتي، بس واضح ان الميول العدوانيه تجاه الفنانين عندك من زمان قوي ومتاصله. افكرك؟ لا اسمحي لي افكرك نيلي، من فضلك ما تقاطعنيش. فاكره في حفله عيد ميلادك لما جبت لك الاستاذ سمير اسكندراني وولعتي له في الدوغلاس؟ ينفع وبيغني اغنيته الجميله لنخلتين في العلالي يا بلحهم دوا؟ يا جماعه بابي فهم غلط، انا ما عملتش كده، هو الراجل كان بيطفي معايا الشمع فلما وطى كده النار مسكت فيه. ايوه اكيد كان بيغني يا نخليتين في العلالي يا بلحهم، قام اتحرق وابونا بلحهم. معرفش مش فاكره انهي اغنيه بالظبط. نيلي يا بنتي الهرب لا يفيد، وانا احسن مثال قدامك، حاولت الهرب كتير وفي الاخر ما تقفش. نيلي الجريمه لا تفيد، وحشتيني. يا جماعة يلا نمشي من هنا بسرعة، الناس ابتدت تشوفنا وتشك فينا. هنروح فين؟ ما كل حتة هنروح هتبقى مترقبة. بالظبط، وما تنسوش ان الناس دلوقتي بقت عارفة شكلنا، يعني أي حد هيشوفنا هيسلمنا على طول. دول 50,000 جنيه. أنت متبت ليه في 50,000 جنيه يعني؟ النفس ضعيفة أوي. طب بقول لكم إيه؟ نروح عند عم بندق؟ ما أكيد عم بندق ده كمان متراقب. هنشوف، يلا بينا. يلا يلا. اعملي اداء يا نيلي. إيه بتشي يا صح، شفت البدله الجينز اللي فيها جليتر دي؟ هموت واجيبها. لا يا حبيبتي انا عجباني العبايه السمراء بالاسترس دي. اخواتك دول يا حماده كده، اوعى تصدق اللي بيتقال عليهم. وده بيضه حلوه، وده بيضه حلوه. هي فين الكيدز اريا؟ حالا هوديك الكيدز اريا دلوقتي. ودي يا خناجه كلمينا الديلا عشان نسكور. ماشي هجيب لكم بودو بقى. هو في ايه؟ من امبارح مش عارفين تعلقوه، امال انا هحقق معاه امتى؟ بعد اذنك يا فندم، طالما حضرتك مش عارف تعلقني، ما نقضي حقيقي كده احنا على الارض كده مفيش حاجه. ما انا بقول لك، فين اللي عيال اصحابك؟ انت اللي مش عايز تقول. انا ما اعرفش حاجه يا فندم، ما اعرفش عنهم اي حاجه. عايزني اصدقك؟ طب علقوه. لا استنى استنى استنى، يا فندم انا ما اعرفش غير سيف يا فندم، سيف هو اللي جاب لي الناس دي، وهاني اللي جاب لي البنت، حضرتك فاكر البنت؟ ها؟ بغض النظر. حضرتك شكلك مش مصدقني يا فندم ولا ايه؟ لا مش مصدقك. طب يا فندم عرفت علقني بقى؟ ابقى علقني وريني بقى. اه علقك. علقوه. يا باشا ده تقيل قوي يا باشا. ده من امبارح عايزين نعلقه مش عارفين نعلقه يا باشا. طب عاجبك المحمضه دي يا فندم؟ عاجبك المحمضه دي؟ الناس تعبت قوي معانا والله. ارجوك يا فندم ريحني. طيب خلاص اضربوه هو على الارض. بسم الله ما شاء الله، نزل بقى. بسم الله ما شاء الله، فكره حلوه جدا. الله ينور يا فندم. انا بس هديك ظهري، انا اسف. ها؟ حبيبي براحتك، انت مش غريب. اتفضل اتفضل. بالراحه يا رجاله. ها؟ سيف بص كده كويس، في حد شايفنا ولا حاجة؟ مفيش أي حد. طب يلا بينا يا جماعة ننزل نسترسب في الاستخبص كده من غير ما حد يحس بينا. يلا يا شوشو. يلا بينا. ماشي جاي معاكم. اه طب دي مش هتقوم، يلا بينا احنا يا جماعه. طيب خلاص يا شيرين خليكي هنا، ولو شفتي اي حد ولا بوليس ولا كده كلمينا على طول. مش اوكي شيرين ما تناميش، هنروح في داهيه كده.
مش عيب عليكي وانا حمادة. يلا بينا. يلا يلا بسرعة قبل العربية دي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج. اتفضل.